دخلنا معاكم للكنيسة، أو خلينا نقول إنها أقدم بازيليكا. إحنا زي ما عرفنا من بداية ما دخلنا للمزار في لورد أو سيدة لورد، إن هنا في 3 كاتدرائيات كبار جدا، دي الأقدم فيهم. الحقيقة أول حاجة لفتت انتباهنا أول ما دخلنا هنا، مكان حضراتكم هتشوفوه معايا دلوقتي، لما ربنا بيبعت لنا رسالة أو بيقول لنا حاجة أو بيقدم لنا عطية، كتير بننسى نقول شكرا لما بنكون فرحانين. لكن زهور العذراء هنا في لورد في كل يوم وفي كل ساعة، مئات وملايين من الناس اللي بتيجي تقول شكرا للعذراء وشكرا لربنا اللي سمح بظهور سفيرة السماء في المكان ده. زي ما حضراتكم شايفين، الكل بيدخل هنا عشان يقدم الشكر ويرفع طلبة. المكان كله بيرفع قلبه. زي ما حضراتكم شايفين التمثال من العذراء مريم، ده الصورة الأقرب اللي وصفتها برنادت وقت ظهور العذراء ليها بردائها الأبيض والحزام اللبني اللي في وسطها. ده كان أقرب وصف للعذراء زي ما قلت لحضراتكم من اللوحات اللي موجودة هنا، اللي مكتوب عليها إن الناس هنا بتقدم الشكر للعذراء على ظهورها في المكان ده. هنكمل معاكم الجولة في الكنيسة. طبعا الطراز اللي مبنيه بيه البازيليكا هنا زي ما انتم شايفين فعلا تحفه فنيه. هنمشي معاكم للكنيسه. الكنيسه الحقيقه فيها مجموعه من الايقونات والمذابح او الجداريات، خلينا نقول الجداريات بشكل ادق. منطقه المذابح هتبدا من هنا. الكنيسه هنا فيها 15 مسبح في الدور الاول ده، بس فيه 15 مسبح. الكاميرا بتجيبهم لحضراتكم. وقدام المذابح أو فوق كل مسبح في جدارية بتجسد رحلة أو حياة السيد المسيح على الأرض، طبعا من بدايتها، من بداية بشارة الملاك للعذراء مريم. الرحلة بتكمل بميلاد السيد المسيح وبقصة حياته وبقصة ألامه. الكاميرا هتجيب في المذابح الميلاد، السيد المسيح هو بيعلم في الهيكل بتجسدها الجدارية دي. بعدها هنروح للجزء ده، برضو في مجموعة من المذابح والجداريات اللي برضو بتحكي عن قصة أو حياة السيد المسيح، مرحلة الخيانة والصلب، مرحلة الصليب. بعدها في جزء هنا في 5 مذابح من ال 15 مذبح اللي قلنا عليهم. الجزء ده في الفرح بعد الألام، في القيامة، تجسد القيامة لو الكاميرا طبعا هتبقى معاكم هنا. الجدارية الأولى قيامة المسيح من بين الأموات، بعدها الصعود والعنصرة. الجداريتين اللي بعدهم دول خاصين بالقديسة العذراء مريم، واحدة فيها صعود القديسة العذراء مريم أو إصعاد جسدها وبعدها وصولها للسماء. كل جزء وكل ركنة في الكنيسة هنا في روحانية خاصة جدا، أجواء فيها هدوء، فيها تسبيح، فيها شكر. زي ما حضراتكم شايفين كل الناس اللي هنا بتيجي تقول شكرا على طلبة، على معجزة، على رسالة سمعوها من العذراء مريم. مكملين معاكم، خليكم معاكم.